بسم الله الرحمن الرحيم. مع تمرين التمرين الأول صفحة 33 للسنة الرابعة. يملك فلاح قطعة أرض خصص جزءا منها لزراعة الخضر. إذن خصص جزءا منها لزراعة الخضر والجزء الآخر لزراعة الزيتون. عنده قطعة أرض، خصص هذا الجزء خضر أو خضروات وهذا زيتون. لجني محصوله من البطاطا، إذن غرس في جزء الخضر بطاطا. لجني محصوله من البطاطا احتاج الفلاح إلى 5 أيام، إذن 5 أيام لجني البطاطا. كان يجني في اليوم الواحد، حيث كان يجني كل يوم، يجني كل يوم 800 كيلوغرام. ما هو المحصول الذي جمعه الفلاح؟ إذن 5 أيام 800 كيلوغرام في اليوم. أدنى العمل، عفوا الحل، العمل الجوهري 800 كيلوغرام كل يوم على في 5. العملية الأولى هي عملية الضرب، 0 في 5 0 5 0 5 في 8 40. إذن المحصول الذي جمعه الفلاح هو 4000 كيلو غرام. 800 ضرب 5 تساوي 4000. باع الفلاح المحصول بسعر 18 دينار للكيلوغرام الواحد. الفلاح جمع 4000 وبيع الكيلوغرام الواحد. إذا نأتي، عدنا 18 دينار وعنده 4000 كيلوغرام. إذا العملية هي 4000 ضرب 18، سواء نستعمل عملية النقطة 8 ضرب 0 0، 8 ضرب 0 0، 8 ضرب 0 0، 8 ضرب 4 32 نقطة، أو نضع الصفر هنا، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 4 يساوي 4، ونجمع 0 0 0، 2 7 زائد 4 تساوي، أو 3 زائد 4 تساوي 7. إذن المبلغ الذي تحصل عليه هو دينار، 4000 ضرب 18 يساوي، أو بطريقة ثانية، عدنا 4000 ضرب 18، نضرب مباشرة 18 ضرب 4، 4 ضرب 2 ضرب 8 32، 4 ضرب 1 تساوي 4 و3 7، ثم نضيف هكذا 3 أصفار لأنها من مضاعفات الألف. تابعونا لننشر بقية المسائل.